السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مي عبد الحليم، أخصائية تربية خاصة وباحثة ماجستير صعوبات تعلم ومدير أكاديمية نور للتأهيل والتدريب. يسعدني أن ألتقي بكم في أولى المحاضرات على منصة رواق التعليمية، وإن شاء الله هنتناول المقاييس اللي احنا بنقدر نشخص بيها التوحد. ايه المقاييس اللي احنا بنستخدمها؟ إن شاء الله هنتعرف مع بعض. المقياسين، مقياس جيليام ومقياس قرص. في البداية معلومات كده بسيطة عن التوحد. هو التوحد ده بيعتبر اضطراب من الاضطرابات النمائية المعقدة. هي بتصيب الطفل وبتخليه في عالم تاني، عايش في عالم لوحده، بتخلي فيه عائق ما بينه وما بين المجتمع الخارجي، ما بينه وما بين بينه وبين نفسه في النشاط التخيلي، بتخلي فيه عايش في عزلة. فعشان احنا لازم ندخل للعزلة دي لازم نعرف هندخله ازاي، والتوحد اللي عنده نسبته قد ايه عشان نبتدي نحدد بالظبط. كل ده هنعرفه ان شاء الله. طيب، التوحد ده مش مشكلة جديدة لسه العلم عارفها، لا بالعكس، هي من مئات السنين، وان شاء الله برضو ممكن في المحاضرات بعد ما نخلص المقاييس نتكلم عنها بالتفصيل، يعني التوحد بالتفصيل والبرامج اللي احنا بنستخدمها بقى مع اطفال التوحد. طيب، احنا دلوقتي فايدة المقاييس او الفايدة اللي احنا بنعرف كل ده علشان نبتدي نعمل للطفل برنامج تعليمي بيصاحبه تدخل طبي. تمام، ليه كل ده؟ علشان نتغلب على كثير من اعراض التوحد. طبعا هو مش بيبقى فيه شفاء تام، ولكن بتبقى الاعراض بتبقى تقل شوية، لان احنا زي ما احنا عارفين ده اضطراب مش مرض. طيب، احنا خلاص عرفنا. احنا هنتكلم عن في البداية اول مقياس سوف نتناوله بالتفصيل هو مقياس جيليا. هنتكلم النهاردة في محاضرتنا النهاردة عن نبذة مختصرة عن المقياس واستخدامه وخصائصه ان شاء الله، وهنكمل بقية المقياس في المحاضرات اللي جاية بإذن الله. طبعا لو حد عنده اي سؤال او اي حاجة ممكن هيكتبها لنا وان شاء الله هنتناولها مع بعض. في البداية أنا بس عايزة أكد، وإن شاء الله برضو هأكد تاني في الآخر، إن إجراءات التطبيق لازم علشان أطبق المقياس، مش أي حد كده وخلاص. إزاي؟ يعني مثلا إيه، أنا خلاص قعدت وسمعت المحاضرات، الله وجميل وخلاص، ده أنا حاسس نفسي إن أنا هقدر، يعني خلاص أنا خلصتها وبقيت ممتاز. أنت هتخلصها وتبقى ممتاز، بس في نفس الوقت ما ينفعش ان انا اخد المحاضرات وانزل اطبق على طول، لازم اتدرب الاول مرة واثنين وثلاثة وعشرة، واشوف بعيني واشوف مثلا. واللي لازم يطبق المقياس برضو هو الاخصائي النفسي. طب ما ينفعش مثلا اكون انا اخصائي تربية خاصة او اخصائي تخاطب واعرف عن المقياس؟ لا، مفيش مشكلة، انت لازم تعرف عن المقياس، لكن اللي هيتم تطبيقه بيكون على ايد الاخصائي النفسي طبعا، علشان تطبيق المقياس، لان مثلا ايه النسبة او الدرجة اللي انت بتطلعها دي فيها حياة روح، يعني ده هتطلع الطفل اذا كان هو عنده توحد ولا مش عنده توحد من حاجة لحاجة تانية خالص. فاحنا لازم يكون دقيق، ولازم يكون دارس وعارف كويس جدا ومتدرب عليه قبل، دارس وعارف يكون متدرب عليه، يكون عنده خبرة فيه. تمام، احنا كده متفقين. نبتدي بقى، يلا ونقول بسم الله. اول حاجه مقياس جيليام. بسم الله الرحمن الرحيم. مقياس جيليام في البدايه تم نشره سنه 1995، وتم تعريبه في مصر على يد الاستاذ الدكتور محمد السيد، استاذ ورئيس قسم الصحه النفسيه في كليه التربيه جامعه الزقازيق. تمام، الدكتور محمد السيد فقط؟ لا، والدكتوره منى خليفه في نفس الجامعة أستاذ مساعد. طيب، المقياس في البداية علشان يبقى مقياس مقنن تم تطبيقه على 1092 شخص. 1092 شخص، 1092 شخص بيعانوا من اضطراب التوحد، وأنا بأكد من اضطراب التوحد مش من أي اضطراب تاني، لا من اضطراب التوحد، في أمريكا في 46 ولاية. كل ده علشان يتأكدوا من ثبات فعاليته، لان احنا زي ما احنا عارفين ان الاضطراب النمائي بيبقى فيه متشابه، يعني فيه اضطرابات تانية متشابهة مع التوحد. فاحنا علشان نقول ان مقياس جيليان لا ده مختص بالتوحد بس، فهو
طبقوه على الافراد المصابون بالتوحد، وعلشان يخرجوه ما بينه ويفرقوا ما بينه وما بين الاعاقات التانية زي الاعاقه العقليه او الاعاقات المتعدده او اضطرابات اللغه وهكذا. تمام. طيب يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان هو تم تطبيقه على، ممتاز، 1092. طيب، وبيعتبر وسيله من الوسائل المستخدمه لتحديد نسبه التوحد عند الاطفال. احنا من خلاله في الاخر خالص هنعرف اذا كان الطفل دوت عنده مثلا منخفض جدا ولا منخفض ولا دون المتوسط ولا متوسط ولا فوق المتوسط ولا مرتفع ولا مرتفع جدا. كل حاجة من دي هنبتدي نحددها علشان هنحط ليها البرنامج المناسب للطفل اللي بيتناسب مع الحالة عشان نحدد نقاط القوة والضعف بتاعتنا. تمام. كل ده هتيجي في النقطة بتاعتها فيما بعد، بس احنا بس بنتكلم بشكل عام دلوقتي. وبرضو المقياس بيعتبر من القائمة الارتقائية بتتوفر فيها معلومات أساسية عن التوحد. تمام؟ تمام. طبعا احنا عارفين ان التوحد، زي ما احنا عارفين ان زي ما انا قلت دلوقتي، اللي هو لازم بيطبق مع القائمة الارتقائية، بتوفر فيها جميع المعلومات الأساسية عن التوحد وبتكون موافقة للدليل التشخيصي. تمام؟ ماشي. احنا النقطة اللي بعد كده استخدام. أول حاجة عندنا احنا بنستخدم المقياس مع مين أو لإيه أو هو احنا بنستفاد منه إيه. أول حاجة احنا بنستخدم المقياس مع الأشخاص اللي بيعانوا بالفعل من التوحد علشان اقدر احكم على الطفل ان هو توحد او مش توحد، مثلا او طفل اللي عنده اضطراب نمائي تاني او اضطراب تاني عادي. لازم يكون عنده قصور واضح في التواصل، في التفاعل الاجتماعي، في السلوكيات النمطية. تمام. طبعا كل نقطة انا ذكرتها سواء التفاعل او التواصل او السلوكيات النمطية بيندرج تحتها حاجات كتير، ابعاد كتير، بس ده بشكل عام. يبقى عرفنا احنا بنستخدم المقياس ده مع مين؟ مع الاطفال اللي بيعانوا بالفعل من التوحد. طيب ليه؟ النقطة اللي بعدها هتأكد لنا النقطة اللي بعد كده ايه؟ ليه؟ لتحديد نسبة التوحد. يعني انا هستفاد ايه اما انا مثلا توحد وخلاص؟ طب التوحد ده يا ترى ايه؟ منخفض؟ طب ولا متوسط ولا مرتفع؟ ما هو توحد، مش مشكلة لازم نحدد النسبة. لا، تحديد النسبة مهمة جدا، لان من خلال تحديد النسبة هنبتدي نعرف ان هنتعامل مع الطفل ده من اي مدخل، اي المدخل بتاعته، نقاط القوة والضعف بتاعته ايه، علشان نبتدي ايه نحط ايدينا كده على الحل اللي هندخل منه للطفل علشان نبتدي نقلل من السلوكيات الغير مرغوب فيها. تمام. طيب بعد كده النقطة الثالثة برضو المهمة جدا في استخدامه، توثيق التقدم السلوكي. يعني ايه توثيق التقدم السلوكي؟ احنا دلوقتي الطفل جالنا وخلاص عملنا له الاختبار وتعرفنا النسبة بتاعته. تمام. تمام ماشي. احنا كده وثقنا في الاول خالص الطفل عنده ايه وطلعنا بالنسبة وعملنا كل حاجة. بعد كده النقطة اللي بعد كده هنسيب مثلا فترة معينة، فترة من الزمن، هنشتغل مع الطفل مثلا 6 شهور، ممكن سنة، نرجع نعيد الاختبار تاني. تمام. عشان نشوف يا ترى الطفل تقدم ولا لا، ولا زي ما هو. تمام. يبقى احنا بنستخدمه علشان نبتدي ايه نوثق او نشوف التقدم السلوكي بتاعه اتحسن ولا زي ما هو. لان لو هو زي ما هو، ايه الوضع بقى في الحالة دي؟ خلاص مفيش مشكلة، يبقى انا مثلا ماشية بطريقة غير الطريقة اللي بتساعد على التحسن مع الطفل، مثلا بتجيب نتيجة مع الطفل، لا ده انا خلاص هغير طريقته وهشتغل معاه باسلوب تاني وهعمل له برامج تانية، ويعني هعمل له كل حاجة تانية خالص، بحيث ان انا اشتغل معاه من الاول بحيث ان الطفل يتحسن. تمام. وهكذا. يبقى احنا كل فترة كده نعمله الاختبار عشان نشوف يا ترى اتحسن ما اتحسنش. طيب رابع حاجة عندنا في الاستخدام بتاعه اللي هو احنا هنبتدي نحدد الاهداف. يبقى احنا من خلال المقياس بنحدد الاهداف وبنعرف نقاط القوة والضعف عند الطفل علشان هنشتغل، هي ديت المفتاح بتاعنا اللي هنشتغل من خلالها على الطفل عشان نبتدي نعرف الهدف بتاعنا. احنا عايزين كذا، هو عنده كذا مشكلة في كذا، فهنبتدي نحط لها الحاجات المناسبة لها متدرجة طبعا من السهل للصعب لغاية ما يتقنها، وبعد كده نعمم وهكذا.
تمام. يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا عن المقياس، انا هراجع بشكل سريع ان المقياس تم تطبيقه على كام؟ على 1092، ممتاز، ويعتبر من القائمة الارتقائية. وايه كمان بنستخدمه علشان ايه؟ ممتازين، لتحديد نسبة التوحد. وعرفنا استخدامه، بنستخدمه مع الأطفال اللي بيعانوا بالفعل من التوحد، وعشان نحدد نسبة التوحد، وكمان علشان نقيس التقدم السلوكي، وبنحدد الأهداف بتاعتنا. خلاص. طيب نيجي بقى للنقطة اللي بعد كده، خصائصه. خصائصه دي حلوة جدا، لأنها بتقولك المميزات، أو بتقول لنا المميزات بتاعت المقياس. والمقياس هنا بقى مميزاته كتيرة جدا، أنا مش كاتبة إلا ثلاثة بس مميزاته كتيرة. أول حاجة إن المقياس ده بيتناسب مع الأطفال من عمر 3 سنوات. طيب الأطفال بس؟ طب مثلا واحد كبير ما ينفعش معلق؟ ينفع، هو أساسا العمر بتاع المقياس من 3 سنوات وحتى 22 سنة، من 3 لـ22 لـ22. طيب يعني كده معناها، اما انا قلت في الاول عشان نحدد، اما هم قاموا بال يعني بيشوفوا اللي بيعانوا، بيطبقوا المقياس، بيعانوا من اضطراب، بيعانوا الاشخاص اللي بيعانوا من اضطراب التوحد. انا قلت كلمة اشخاص، ما اعرفش حد خد باله ولا لا، ما قلتش الاطفال اللي بتعاني، لا انا قلت اشخاص. ليه قلت اشخاص؟ علشان كده، علشان هم مش اطفال بس، لا ده المقياس بصالح، بيصلح للأعمار من 3 سنين حتى 22 سنة، لازم نعرف دي كويس جدا. طيب دي نقطة. طيب تاني نقطة، بيعد من الأدوات المهمة، من الأدوات المهمة ليه؟ علشان من خلاله زي ما احنا قلنا بنحدد نسبة التوحد، درجة ان نسبة التوحد عند الطفل والدرجة بتاعته، وبنعرف نحط ايدين على كل حاجة فيه، اللي هي نقاط القوة والضعف وكل الحاجات دي. يبقى يعتبر أداة من الأدوات المهمة، وكمان بسيط وسهل. هنعرف بسيط وسهل، هو يمكن انا الكلام بتاعي كتير شوية، بس ان شاء الله من المحاضرة الجاية هيبقى التطبيق على المقياس. انا هجيب لكم المقياس نفسه وهنمشي فيه خطوة خطوة. طيب تاني حاجة، بنوده بتبقى موافقة للتعريفات الاكثر حداثة للتوحد، اللي هو دليل التشخيص زي ما انا ذكرت. طيب النقطة الثالثة اللي انا ذكرتها، امكانية تطبيقه في فترة زمنية قصيرة نسبيا. يعني ايه؟ يعني اللي حطوا الاختبار دوت وهم حاطينه بيقولوا ان الاختبار ده ينفع نطبقه في مدة زمنية من 10 لـ15 دقيقة. تمام. نيجي هنا بقى ونقف كده بقى شوية، يعني هم قالوا كده، هم قالوا كلمتهم. انا يعني كوجهة نظر، يعني ممكن تكون محتملة الصواب والخطأ، ان ده مش قرآن منزل اللي احنا مش هنقدر نغير فيه، لا بالعكس. يعني انا مثلا الطفل جالي ومثلا وبدأت أطرح الأسئلة، والولي الأمر يجاوب، وخلاص خد مننا 10 دقايق ربع ساعة وخلصنا ونطلع النتيجة كده خلاص، لا لا طبعا. احنا الطفل لازم نحطه تحت المراقبة والملاحظة ونشوف تصرفاته، لأن احنا لازم، انا كنت انا قلت ايه، لازم الأخصائي النفسي بيكون مدرب ومتقن، ومتقن جدا، وعارف هو بيعمل ايه. لأن طبعا احنا مثلا في المقاييس بالذات في اولياء امور بيقولوا كل حاجه، بس ساعات كده ممكن يعني ايه، لا ابن حلو كويس، فا ايه هنتغاضى عن النقطه دي. وهنا بقى بتيجي ايه، نظره الاخصائي. تمام. اسفه جدا. بتيجي نظره الاخصائي، فعلشان كده هو المقياس معروف ان هو بسيط وبيتم تطبيقه من 10 لـ15 دقيقة، لكن احنا ممكن نعمل نطبق المقياس ده في مثلا نحط الطفل الاول تحت الملاحظة اسبوع، شهر. المهم في النهاية علشان نبتدي نحط، هنطلع نعمل المقياس ونطبقه، لازم فعلا عشان نطلع الدرجة نتأكد من صحة كل حاجة، علشان زي ما انا ذكرت ان ده طفل، يا اما هنحطه في، هنخليه يندرج تحت نسبه معينه في التوحد ونتعامل معاه مثلا يكون هو متوسط واحنا طلعناه مرتفع، فكده احنا ظلمناه، وهكذا. تمام. طيب بيتميز برضو المقياس ان هو بيقدر يميز لنا بين الاضطراب، يعني بيميز بين الطفل المصاب او الشخص المصاب باضطراب التوحد او الاضطرابات النمائيه الاخرى. تمام. بس كده، يبقى احنا كده دلوقتي عرفنا ان هو ايه، بيساعد ان بيكون سهل وبسيط، وبيتم مثلا بيتم على
اسفه جدا. بيتم بيكون صالح للاعمار من 3 سنوات حتى 22 سنه، وزي ما انا قلت ان المده بتاعته من 10 ل 15، من 10 ل 15 دقيقه، لكن احنا زي ما احنا قلنا ان ده مش قران، يعني احنا على حسب احنا تقييمنا احنا للطفل. تمام، احنا كده انتهينا وخلصنا المحاضره الاولى، اتكلمنا فيها بشكل مبسط خالص او تمهيد اللي جاي بعد كده. ان شاء الله المحاضره الجايه هيبقى الغرض من المقياس ايه ووصف المقياس نفسه. هنتعرف مع بعض على كراسة الأسئلة وكراسة التصحيح إن شاء الله. طبعا يا رب بس يكون البداية أو المقدمة تكون سهلة وخفيفة وتستفادوا منها، ولو في حد عنده أي سؤال ممكن يكتبه وإحنا إن شاء الله هجاوب عليه، وبإذن الله تابعوا وإحنا هنخلص المقاييس. انتوا هتحسوا بعد كده المتعة كلها هتيجي بعد كده إن شاء الله. يمكن هو الجزء النظري شوية كلامه كتير يعني. طبعا انا يا رب اكون ضيف خفيف عليكم، وان شاء الله ربنا ييسر الامر، هتستفادوا كتير باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.